بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وبكل سعادة وبكل محبة. الحلقة الأولى من صوغات من جراند مول من خارج تلفزيون سلطنة عمان. تحية طبعا لكل المشاهدين المتابعين لحلقتنا الأولى، وتحية أيضا كبيرة لهذا الجمهور اللي موجود معانا في هذا المركز، والكل إن شاء الله بيكون فايز في برنامجنا. صوغات، باختصار صوغات برنامج مسابقات، برنامج ثقافي، برنامج اجتماعي، برنامج هدايا، وهدايانا هي الصوغات، والصوغات هي الهدايا، مصطلح محلي للهدايا عادة. وهذا كان أيضا يعني لو رجعنا إلى سفرات أهلنا وأجدادنا وآبانا زمان، كل واحد كان يسافر واللي معاه يودعه يقول له لا تنسانا من الصوغات، واللي يجي من السفر يجيب شنطة، يجيب باكيت، يجيب مندوس، اللي يجيبه تلاقي عازل أو في مكان معين أو في مكان مخصص في مندوسه ولا في الشنطة مخصص للصوغات. يجونا، وين صوغاتي؟ هذه هي صوغاتك. اللي يروح الحج أو يروح العمرة ويرجع نفس الحكاية، وهذا متعودين عليها إلى اليوم، وإن شاء الله من العادات الحلوة، راجع من العمرة، راجع من الحج، أهله، أقاربه، أصدقائه يروحوا له يطلع لهم الصوغات، والصوغات عبارة عن أشياء جايبينها من الديار المقدسة. إذا صوغات مصطلح محلي عبارة عن هدايا، وبرنامجنا مسابقات ومرتبط أيضا بمتسابقين ومرتبط بمجموعة من الهدايا اللي تقدم أو الصوغات لجمهور المشاهدين اللي بيشاركنا عن طريق الاسمس. وتمينا نروج لبرنامجنا من يومين أو ثلاثة أيام، وطوال الشهر الكريم إن شاء الله الشهر المبارك بتلاقون الإعلان موجود، وأيضا في برنامجنا سيتم الترويج بشكل يومي. صوغاتنا مجموعة من الهدايا، عندنا سيارات، حدود 4 سيارات عندنا، والسيارة الخامسة إن شاء الله مع اليوم الأخير لبرنامجنا، يعني قريب العيد بياخذ سيارته. عندنا مجموعة من الشركات، مجموعة أيضا من المؤسسات بسخاء الحقيقة شاركت بمجموعة من الصوغات للجمهور اللي موجود معانا أو المتسابقين أو أيضا المشاهدين المتابعين لصوغاتنا. عندنا أيضا، وهذه يمكن لأول مرة وبادرة كثير جميلة ورائعة، مجموعة من الجامعات الخاصة والكليات والمعاهد قدمت لنا منح دراسية لمجموعة من أولادنا وبناتنا خلال العام الدراسي القادم إن شاء الله. يعني مثلا عندنا كلية كلونديان الهندسية قدمت منحة دراسية قيمتها تقريبا 16,000 ريال، هذه جائزة واحدة عبارة عن بعثة دراسية. عندنا منحتين من كلية الزهراء دبلوم. عندنا أيضا مجموعة من الشركات والمؤسسات بكل تأكيد إن شاء الله أثناء البرنامج. بمانها الحلقة الأولى منحاول قدر المستطاع بأن نعرف ببرنامجنا وطبيعة البرنامج والمسابقات والهدايا والصوغات اللي نقدمها للجميع إن شاء الله. ما في حد بيكون موجود معانا في هذا الموقع وفي هذا المكان في جراند مول إلا بيطلع وهو بإذن الله راضي، وإحنا كسبنا وجود المتسابقين وكسبنا وجودكم وكسبنا أيضا متابعة المشاهد الكريم لبرنامجنا في الحلقة الأولى. في زاوية أخرى من زوايا هذا المركز التجاري موجود زميلنا محمد المخيني، ومحمد المخيني أيضا معاه مندوسة بس ما شاء الله أفتكر من الحلقة الجاية إن شاء الله. وهذا المندوس المنيم، مندوس قديم، فيه مجموعة ومجموعة كبيرة الحقيقة من الصوغات بيقدمها للجمهور اللي بيكون موجود في المركز التجاري. محمد من اتعرف عليه، هذا محمد موجود معي،
ابو حمد مساء الخير. مخيرني مساء النور يا ابو محمد، كل عام وانتم بخير، كل عام ومشاهدينا بالف خير، كل عام ومولانا السلطان قابوس بالف خير. امين يا رب العالمين. صوغاتنا كثيره، الشيء الجميل ان الصوغات مقسومه، الصوغات لحضورك اللي راح يكونوا في الاستديو، الصوغات للمشاهدين، والصوغات ايضا للجمهور اللي راح يحضر يوميا. صح. هنا الى مسقط جراند مول للمشاركه في برنامج صوغات. يمكن يكونوا المشاركين معك يشاركوا عن طريق الاس ام اس، الرسائل النصيه القصيره، ولكن ايضا الجمهور اللي راح يكون حاضر في مسقط جراند مول راح يكون له النصيب الكبير من الصوغات والهدايا اللي راح اقدمها انا يوميا. راح اتجول في جميع انحاء هذا المركز الجميل، اسئله خفيفه، دردشه خفيفه، وان شاء الله الصوغات بتكون من نصيبهم في برنامج صوغات. وعندك يا ابو محمد بس ناسي مندوسك انت محمد، ما متفقين المندوس العود هذا اللي المنيم اللي موجود عندنا الان في الديكور، ممكن يكون معك ولا نسيته ولا اجلته ولا كيف؟ محمد ابو محمد يمكن انا ما سمعت كثير، ولكن الصوغات موجوده والصوغات وايد، بس احنا بندور وبنتجول وبنتعرف على بعض العائلات، الشباب، الصغار، الكبار، الكل له نصيب من الصوغات الكثيره اللي راح نقدمها ان شاء الله من الشركات الموجوده، من المحلات الموجوده في مسقط جراند مول. اذا كل واحد ان شاء الله بياخذ صوغته، وعلى فكره الصوغه بعد في صوغات وفي الصوغة، الصوغة عادة هو الذهب للمرأة، أو الصوغة الخاصة أيضا بالعرايس، يقول لك صوغة العروس أو صوغة فلانة أو صوغة أم فلان، عبارة عن مجموعة من أنواع معينة من الذهب، ومحطوطة بعد نفس الشيء محطوطة في مكان مخصص لها. أبو محمد يعني الصوغة والصوغات كلها إن شاء الله للجمهور اللي موجود معانا وللمتسابقين وللمشاهد الكريم. ابو محمد عندنا مسابقة. محمد اقول احنا زمان يوم كنا صغار كان ابوي يسافر، واللي كان كل واحد ابوي يسافر إيه؟ كان يتريى 200 تقول لامه، تقول لابوك بي باكر. صح، ما يفكر ابوي بيرجع، لا يفكر ابوي ايش من الصوغات بيجيب لي. فكنا نتريى هذا الصوغات الحلوة علشان نفرح بعودة الوالد وبالصندوق او الشنطه اللي متروسه بداخل الصوغات. صحيح، او المندوس او اي وسيله من الوسائل كانت في ذلك الوقت تستخدم، بس المهم ان فيها الصوغات. صح؟ بالضبط بالضبط، الصوغات بتكون موجوده، صوغات مستمر معاكم ان شاء الله طوال شهر رمضان المبارك من جراند مول، معكم كمشاهدين ومتسابقين، وهذا الجمهور الراقي اللي موجود معانا في المركز التجاري. عندنا متسابقين هذه الجولة الأولى بنتعرف عليهم، لكن بعد الفاصل. ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان، بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك، كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائما، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها.
أعتمد دائما على بحر صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعد تراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج لألبك تطلب ما ينساك، عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك، مهما قسى قلبك. وإن عسيت وإن بكيت وإن شكت وعن أساك، قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك، هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرات رائعة ستداعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمانر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على مد طائرتنا من الطراز 787 دريمانر. مرحبا بكم مجددا في صوغات الحلقة الأولى، نقدمها من جراند مول. إن شاء الله معكم طوال شهر رمضان المبارك. هدايانا أو صوغات، خلينا نقول صوغات عشان اسم البرنامج، إن شاء الله بتكون لمتسابقين وبتكون أيضا للمشاهدين عن طريق المشاركة عن طريق الأسمس، الرسائل النصية القصيرة. وأيضا محمد المخيني بيتجول في المركز التجاري ويلتقي بالناس وأيضا يعطيهم يعني أسئلة خفيفة بسيطة، ما لها أفتكر ما محتاجة لا لقاموس ولا محتاجة إلى صديق عشان تستعين به، بس مجرد دردشة، وفيما بعد يأخذ صوغاته. اتفقنا؟ صوغات عبارة عن هدايا تقدم للناس، مصطلح محلي. حاولنا في التلفزيون من خلال هذا البرنامج أن نرسخ هذا الاسم وهذه التسميات ل مجموعة المشاهدين المتابعين لنا، وتحديدا أولادنا وبناتنا اللي ربما غفلوا أو أحيانا بعض الأمور مثل هذا المصطلح ما يتداول بشكل كبير. اتفقنا في صوغات، وفي الصوغة الخاصة بالحريم وبالنساء وبالعرائس. ندخل إلى المسابقة، وهذه يعني لها مساحة جميلة في برنامجنا، وعبارة عن لعبة ناخذ ونعطي مع متسابقينا بأسئلة كثير خفيفة وبسيطة. أيضا المشاركة في البرنامج مثل ما شايفين الآن الأربعة أيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة، والرقم بيكون واضح في حلقتنا أو من خلال البث التلفزيوني بشكل يومي إن شاء الله. الأسئلة خفيفة، مركزين شوي على أسئلتنا المحلية بشكل أكبر، وما في تعقيد نهائيا، وفي مع هذا السؤال بسيط لكن حاطين خيارات، والخيارات أيضا بسيطة وسهلة. نسأل السؤال، الأربعة موجودين معاي، أول ما أضغط يبدأ هم يتكلموا أو يضغطوا، وأول واحد يضغط نوجه له السؤال، وورا كل واحد لو ملاحظين نخلة، وكل واحد أيضا يختار اسم من أسماء نخيلنا، وعندنا في عمان ما شاء الله أنواع كثيرة وعديدة من النخيل، وإحنا في موسم الرطب هذه الأيام، وعشان حاطين إحنا البسر الأحمر لازم يختار اسم النخلة اللي عادة يكون رطبها أحمر. عندنا نتعرف عليك. إبراهيم سعيد المطراحي. مرحبا إبراهيم.
كيف الصحة؟ رمضان مبارك عليك إن شاء الله. وأول يوم؟ أول يوم الحمد لله. إن شاء الله ما فيها أي. لا الأمور طيبة، الأمور طيبة الحمد لله. الحمد لله. سعود ربيع السيابي. سعود ربيع السيابي. 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 حياك الله. الله يحييك. وين جيتنا؟ من السيب، ولاية السيب. من السيب. نعم. كيف عرفت عن برنامجنا؟ والله الإعلانات ما شاء الله. تابعت الإعلانات. نعم. طيب. مين؟ ماجد سلطان الجابري. ماجد والنعم. نعم. من وين جيتنا يا ماجد؟ من صحار في القبائل. من؟ صحار. صحار والنعم. نعم بحالك. حياك الله. خالد الرواحي. من؟ خالد الرواحي. خالد من وين جيت خالد؟ السيب. من السيب. نعم. سكر وحليب. حليب. وإذا عندك جاهزين؟ إن شاء الله. كل واحد منكم سمى نخلته؟ نعم. يلا إبراهيم سميته؟ خنيزي. خنيزي؟ إيه. خنيزي أصفر ولا؟ لا أحمر خنيزي. خنيزي. البرني إن شاء الله. برني. برني. متأكد إن أحمر البرني؟ إن شاء الله. أي موسم هاليومين؟ الحين بعدنا موسم البدايات. بعد ما موسم. إيش المنومة عندنا في السيب أكثر؟ عندكم هناك المنادى اللي جنب البحر؟ هي نعم. عجيبة. شغالة. ومن كل توقع عمان موجودين. نعم. ايه موجودين. رائع. ومع الانبة ومع الزيتون العماني والليمون اللي هو الجوافة والليمون اللومي. ايه. نعم. والبيذام موجود نفس الشيء. نعم. ابو نارنجة. ابو نارنجة. نعم. موجود ابو نارنجة في صحار؟ لا والله ما في صحار بس. ايش في صحار موجود؟ ما يحضرني حاليا بس. بس يعني النغال البشرة اتوقع موجود. النغال. خالد. فرض. 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 ايه. بعد اخر الموسم هذا لكن اليوم انت فيش فطرت؟ والله خلاص ناسي؟ خلاص. خلاص؟ اي خلاص تمر مش ما رطب ما خذينا رطب تمر هل تمر؟ على فكره في ناس تحب التمر ترى. ايوه واليوم محطوط تمر ومحطوط الرطب. ايوه نبدا مسابقتنا؟ ان شاء الله. جاهزين؟ عرفنا اللعبه؟ عرفنا اللعبه. طيب نبدا؟ بعدنا ما سالت مستعجل. فن من فنوننا التقليديه العمانيه يقف المشاركون في صفين متقابلين مثلكم لابسين خناجرهم وسيوفهم هل هي الرزحة العيالة العازي ما سويت شيء بعد على فكرة أي حد يستعجل ومثلا جاء الدور وجاوب إجابة والإجابة خاطئة يحرم يعني نلعب مع الثلاثة بس واضح؟ نعم. يلا فن من فنوننا التقليدية يقف المشاركون في صفين متقابلين الرزعة العيالة العازي من اللي ولا أحمر الرزعة السيباوي نعم الرزعة الرزعة ولا العيالة تعرف العيالة عندكم في صحار في البريمي وبعض أيضا ولايات محافظة الظاهرة نعم خالد العازي تعرف عازي؟ عروف تقول عازي؟ لا ما تقول عازي الرزحة صح عندك هناك بسرة طلعت الحين اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله أكثر واحد تولع نخلته هو الفائز نروح السؤال الثاني عشان نستعجل شوية قصر بناه السلطان برغش بن سعيد في جزيرة زنجبار في شرق أفريقيا سمي ب ما جاوبت خالد قصر عمان بيت العجائب قصر زنجبار مين قصر زنجبار قصر قصر عمان بيت العجائب قصر زنجبار قصر زنجبار قصر زنجبار خطأ خطأ تسألنا خطأ بيت العجائب صح ما سمعني انا بيت العجائب بيت العجائب بنا السلطان برغش بن سعيد واليوم مزار في زنجبار واتوقع كل من يزور زنجبار يتعرف على هذا التراث والارث العماني الكبير في زنجبار هني راعي صحار بيحرم في السؤال التالي يعني لا تحرك شيء ولا تقول شيء نهائيا آه تمام؟ تمام لحين ما يرفع عنك الحظر جزاء السؤال اللي بعديه جزاء لك لعبة تقليدية يؤديها لاعبان يستخدم فيها الحصى بوضعه في حفر وعادة نشوفه في الساحل قريب من البحر
حالنا حالنا حالنا. العكية، الحوشل، الحواء، ليس من؟ حواليس. حواليس؟ نعم. لا لا حواليس صح. حواليس بني. تقدم راعي راعي البرني. نعم راعي البرني. نعم. تقدم حواليس تلعب يلعبوها في الصيب صح؟ يلعبوها في الصيب قريب من البحر. قريب من البحر شيابنا. نعم وفي حماس وفي مشجعين و... نعم ممتاز. طيب اكثر واحد من الحين سعود. سعود يلا الحين خلاص رفعنا الحظر عنك. هذا في خطا. هذا حبل يصنع من سعف النخيل يستخدم لصعود النخل. حبل الطلوع يسمونه الصوع صح؟ صح. ويسمونه في بعض الأماكن الحابول أو حبل الإقلاع أو حبل السرد. يا إبراهيم لا تستعجل يا إبراهيم طول بالك. معلش يا إبراهيم. واثق إبراهيم. مرة ثانية حبل يصنع من سعف النخيل يستخدم لصعود النخيل. ايش هو؟ حبل الطلوع؟ حبل الاقلاع؟ ولا حبل السرد؟ مين؟ اوبس خالد. خالد حبل الطلوع؟ حبل الطلوع وايش يسمونه بعد؟ الحابول. الصوع. الحابول والصوع. ويسمونه الحابول. انت من هين؟ انا من اسماعيل. من سمايل. سمايل يسمونه الصوع. حبل الطلوع نسميه. حبل الطلوع. نعم. الصوع وين يسمى؟ الصوع اظني يسمى باطنه. في الباطنة بعد يسمى الحابول. طيب عندك كم؟ بس يتيمة. تمام. سفينة عمانية يلا عشان الوقت بس. سفينة عمانية بنيت في مومباي وأبحرت إلى نيويورك لتوطيد العلاقة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. اسم السفينة معروف ومعروف من فيها ومعروف ايش موداي في السفينة. علاقة قديمة بين السلطنة والولايات المتحدة مثل ما هي العلاقة بين السلطنة وكثير من دول العالم. ولتوطيد هذه العلاقة أبحرت هذه السفينة. ايش اسمها؟ شباب عمان؟ فلك السلامة؟ سلطاني؟ او احيانا يقولون سلطانة. ها من؟ خالد. خالد سلطانة. سلطانة أو سلطاني شال معها صوغات كان صح؟ وشال صوغات فعلا. أيوة. شال صوغات معها إلى الرئيس الأمريكي في 1840. 1840 في بوسطن بالضبط. نعم في بوسطن. صحيح. نعم. صحيح صحيح. وكان في استقبال رسمي كبير. من كان فيها؟ هذا سؤال جانبي. أول سفير عربي عماني اسمه أحمد بن نعمان. أحمد الكعبي. نعم. في عهد السلطان. السلطان سعيد. سعيد بن سلطان. 1840 احنا نتكلم. سوري. اي سؤال جانبي ما احلى. نعم. نعم. السؤال اللي بعده. حصن دفاعي ومكثر الحصول في عمان أثري في ولاية قريات بمحافظة مسقط. ايش اسمه؟ حصن جبرين. المزارع. حصن الحزم. من؟ خالد. خالد شو سالفتك خالد؟ خلاص يلا السؤال مرة ثانية. اسمه؟ حصن. حصن جبرين. المزارع. الحزم. المزارع. فقريات ولاية مسقط. فقريات في منطقة مسقط. حصن المزارع. المزارع وصح. حصن المزارع. والمزارع منطقة معروفة ومشهورة فقريات ومشهورة بالأنبة هالأيام ومشهورة بالليمون ومشهورة بواديها الجميل وبناسها الرائعين وأكبر أكبر سد في عمان. عشان لا تغلط. عشان لا تغلط. عدي أكبر عدي سد في عمان. عدي تساويته ولا خالد المتفوق الآن؟ لا خالد. خالد يلا ناخذ السؤال اللي بعديه. أكلة تقليدية تتكون من السكر والدقيق تقدم مع السمن في المناسبات. هل هي الخبيصة المرقوقة الهريس؟ ما سويت شيء أنا بعدني. أكلة تقليدية تتكون من السكر والدقيق تقدم مع السمن في المناسبات. مع رمضان يأكلوها ولا ما يأكلوها ما أعرف. ما يأكلوها في رمضان ما يأكلوها في رمضان.
الخبيصة، المرقوقة، الهريس. من؟ خالد. خالد؟ لا 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 لا، حالف انا. يلا خالد. خبيصة. الخبيصة. الخبيصة صحيح. تاكلها الخبيصة ابراهيم؟ اكلها خبيصة اكيد. الهريس؟ نعم. 200 200 مرة. طيب اخر سؤال صح؟ في اي ولاية يقع ضريح بيبي مريم؟ في اي ولاية يقع ضريح قلهات؟ قلهات بيبي مريم. خلاص السؤال اخر سؤال صح؟ عشان نشوف من الفايز وبعدين نلعب معاه لعبة ثانية بعد. لا خالد الان عنده 4 والان السؤال الاخير. راعي صحار ماشي. اقول انا الجواب يعني ولا؟ طيب في اي ولايه يقع ضريح بيبي مريم؟ ظلكوت، قلهات، صحار. ظلكوت، قلهات، صحار. وين؟ من هنا. من قلهات. من سعود. قلهات، ولايه قلهات. قلهات صحيح. قلهات صحيح. صحيح الجواب صحيح 100%. قلهات. نشوف الان من اكثر واحد. اكثر واحد الان من؟ لا خالد. خالد. خالد عنده 4. ما عندك شيء؟ خيرها بغيرها. ابراهيم والضاحي ما عندنا شيء. ما عندك شيء؟ 3. السيباوي 3. الفايز. الفايز خالد. 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 خالد فايز. ألف مبروك. يدخل خالد سحب ولا سحب. خالد الآن بياخذ أول شيء مجموعة من الصوغات بتكون له، ثاني شيء ممكن يدخل في السحب على اللكسز اللي موجودة في هذه الزاوية في هذا الركن في ديكورنا. عندك وباقة طبعا منوعة من الهدايا والجوائز إن شاء الله، وعندنا 3 أسئلة الآن فقط لخالد، وكل سؤال بمئة ريال. كل سؤال بمئة ريال. نبدأ نسأل. عادة بعد السؤال 3 ثواني وبتجاوب عليه. 3 ثواني وبيحسبون الشباب في السيارة. جاهزين؟ هذا فقط لخالد، وانتم متشجع يعني ايش؟ انتم مشجعين، مشجعين خالد. خالد عادة اجتماعية تقليدية تختم فيها قراءة القرآن الكريم كاملا ويقرأ فيها دعاء الختمة، وأيضا يسووا لهم في الآخر غدا يا عرسية يا هريس يا قبولي يا أي شيء. ما في خيارات؟ في خيارات. الختمة، الشعبانية، التيرمة. أو الختمة عبارة عن التومينة. التومينة. أضغط وثلاث ثواني. خالد اضغط. انا ما يحتاج. جاهز؟ انا ما يحتاج. خليك معي ركز. لا ما يحتاج، بس انا اضغط عشان 3 ثواني. عين هني. ختمه. يلا ختمه والدومينه بعض الاماكن. الدومينه تومينه والختمه بعض الاماكن. او التيمينه. تيمينه سوري. في المعلم يمشي قدام. نعم. وراه الطلاب. نعم. يسمون الطلاب ولا الدارسين؟ لا أول. دارسين. ويدوروا من بيت لين بيت، وكلام كثير راقي وجميل، ودعاء لحن جميل، دعاء لهذا الطفل. نعم. ويأمنوا وراه. نعم. أومين ولا آمين يقولون. نعم. سوولك ولا ما سوولك؟ سوولنا. سوولك مرتين. مرتين ما شاء الله. وش سويتوا لهم آخر شيء؟ والله اللي حاصل كان هذاك الوقت. عرسية. اللي حاصل. تربح 100 ريال هي التومينة أو الختمة. السؤال اللي بعديه الثاني.
بيت من البيوت التقليدية الخالية من الأثاث انتشرت في الماضي لدى سكان المرتفعات في جبال ظفار. ايش تسمى؟ في عندي أكواخ، الستريت، وأنا أتمنى يكون لفظها صحيح، والعرشان. ها؟ أيوه. الستريت. عشان الاسم غريب بالنسبة لك. صح؟ صح. 100 ريال ثانية، هذه 200 ريال لخالد، بالإضافة طبعاً للجوائز اللي قلنا عنها قبل شوية، تمام؟ السؤال الثالث الأخير 100 ريال عشان نكمل 300 ريال. في أي عام تم افتتاح مستشفى جامعة السلطان قابوس؟ 2000، 1982، 1990. في أي عام تم افتتاح مستشفى جامعة السلطان قابوس؟ 2000، 82، 90. 1990. واثق الحبيب، واثق. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ والضاحي صح. 300 ريال خالد، هو اليوم بطلنا في أول حلقة من برنامج صوغات. شكرا. 300 ريال السحب على السيارة، مجموعة كبيرة من الصوغات إن شاء الله تستلمها وانت رايح عشان تفرح، ايضا تودي صوغاتك لبيتكم. جايب فور ويل انا معي، جايب فور ويل درايفر معي. ما اعطيك سياره كبيره جايب. ما اعطيك. فاصل اعلاني ونرجع نتواصل معكم في صوغات، ومعنا على فكره ايضا بين الفقرات وبيني وبين محمد ومع المتسابقين عندنا ايضا اختيار الضيوف اللي يشرفونا داخل الاستوديو. خلوكم معنا في صوغات والحلقه الاولى. في انتظارك مغامرات رائعة ستداعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمانر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على مد طائرتنا من الطراز 787 دريمانر. ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائماً، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها. أعتمد دائماً على بحر، صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة.
إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعد تراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج لألبك تطلب ما ينساك، عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك، مهما قسى قلبك. وإن أسيت وإن بكيت وإن شكت وعن أساك، قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك، هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرة رائعة ستداعب جميع حواسك على مد طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمليينر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على مد طائرتنا من الطراز 787 دريمليينر. مرحبا بكم في صوغات الحلقة الأولى. تلفزيون سلطنة عمان خارج الاستوديو يقدم برنامج مسابقات من جراند مول في محافظة مسقط. طبعا تحية كبيرة لجمهور المشاهدين المتابعين لمسابقتنا وإلى برنامجنا، والتحية أيضا للجمهور اللي موجود معنا في المركز التجاري، وبكل تأكيد أيضا لهم صوغاتهم الخاصة. شفنا المتسابقين وتعرفنا أيضا على طبيعة الأسئلة واللعبة الخفيفة البسيطة اللي بنلعبها بشكل يومي مع 4 من المتسابقين. وفي الأخير على فكرة حتى اللي طلعوا إن شاء الله بتكون لهم أيضا صوغاتهم بالإضافة إلى الصوغات الكبيرة للفائز في هذه المسابقة. للمشاركة في هذه المسابقة ما عليك إلا إرسال رسالة نصية، بس تكتب صوغات على الأرقام اللي بتكون ظاهرة إن كان من خلال برنامجنا أو من خلال الفاصل الترويجي اللي بيظهر على الشاشة من خلال البث التلفزيوني على شاشة تلفزيون السلطنة. احنا الآن على القناة العامة وعلى عمان مباشر وأيضا على عمان الثقافية. يوميا بيكونوا معنا ضيوف يعني في مختلف المجالات، ومن ركز على مجموعة أيضا من الشباب. اليوم عندنا وحدة من الحرفيات شابة أخذت هذه المهنة الهواية مهنة وتحولت إلى مصدر جميل لها، وأنا متأكد أنها ناجحة في مجالها. نتعرف عليها. مساء الخير. مساء النور أستاذ خالد. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. نتعرف عليك. نادية بنت سعيد بن أحمد الرواحية. أهلا يا نادية. أنا حرفية بصناعة الخناجر والمشغولات الفضية، ومدربة في مركز صناعة الخنجر والمشغولات الفضية بنفس المجال في التابع الهيئة للصناعات الحرفية. على فكرة تحية كبيرة للهيئة العامة للصناعات الحرفية لتعاونها مع برنامج صوغات، وأول ما سمعوا صوغات والاسم محلي قالوا إحنا معاكم وداعمينكم، وإن شاء الله بشكل يومي صوغاتكم هي هذه الصوغات الجميلة أبناها الوطن اللي إن شاء الله بينورونا بشكل يومي. خناجر عادة تخصص رجالي، إن سألتي وايد هذا السؤال، وأنا شفت مثلك وأمثالك مجموعة من خواتنا وبناتنا يجيدوا بشكل عجيب صناعة الخناجر، ليش رحتي للخناجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي هواية قبل أن تكون حرفة لي، لما يعني من الصغر إلى ما الله تعالى وفقني بهذه الدورة عن طريق الهيئة الصناعات الحرفية،
فكان مجال عندي بس إن الخنجر، ومن ثم تحول للحليص الفضية، وتطورت في عملي الحمد لله، والحين 12 سنة في هذه الحرفة، والحين مدربة في نفس هذا المجال بحفظ الله والحمد لله. حد من أهلك نادية لا علاقة بالفضيات أو بالخناجر أو بالصناعات التقليدية؟ لا ما حد أبدا. بس هي أنا كما خبرتك إنها هي هواية، في نفس الوقت يعني خضيتها حرفة ودخل لي عادي، يعني استقريت على هذه خلاص. من شجعك أكثر شيء؟ طبعا هو التشجيع أساسا كان من البيت الحمد لله. من البيت؟ الوالد، الوالدة؟ الوالدة وإخواني وخواتي والحمد لله. إخوانك الآن خناجرهم أنت؟ أيوة. أوه. الحمد لله. وكان كل والوالدة واحد. أيضا لها صناعتها الخاصة أكيد إن شاء أو صوغتها الخاصة. الحمد لله. برجع لك، كم سنة الآن في هذا المجال؟ لك محل، مالك محل؟ أروح لي محمد عشان بيقدم أيضا صوغاته لجمهور الموجود معانا في المركز. محمد المخيني في زاوية من زوايا جراند مول. وين راح محمد؟ موجودين في زاوية من زوايا هذا المركز الجميل. ونلاحظ يا خالد الجمهور قاعد ما شاء الله يتزايد في مركز مسقط جراند مول. الجميل الفرصة كبيرة للمشاهدين، الفرصة كبيرة لزوار مسقط جراند مول بالفوز بالجائزة الكبيرة. إذا تبى السيارة ضاعف إرسال الرسائل النصية القصيرة من أجل أن تفوزوا بالسيارة الجميلة في نهاية البرنامج. إذا تريدوا أيضا المشاركة في البرنامج أيضا إرسال رسائل SMS للمشاركة في البرنامج. ولكن إذا تبون صوغاتي اللي كل يوم أوزعها في جراند مول، ما عليكم إلا الحضور هنا في مسقط جراند مول، وبتتجولوا وبتشوفوا الكاميرا وبتشوفوني، وبناخذكم إن شاء الله معنا في المسابقات المختلفة. معنا شباب اليوم يتجولوا معنا في مسقط جراند مول. مساكم الله بالخير. مساك الله بنور والسرور. أنت عارف عليك؟ جاسم بن محمد المشايخي. جاسم من وين يا جاسم؟ من ولاية جعلان بني أبو حسن. من جعلان بني أبو حسن. أسعد العلوي منصور. أسعد العلوي منصور. على الشرقية تولفوا مع بعض. نعم. كيف أول يوم رمضان؟ أول يوم الصراحة كان يعني صعب بالنسبة لي. صعب من إيه صعب؟ صعب لأنك أنت تتعود على حاجة معينة. نعم. تعرف أنت الصباح متعودين على الشاي وعلى القهوة، واليوم ما شيء. لكن الحمد لله الحين الشغل في المكيفات والسيارة فيها مكيف، والحمد لله رب العالمين كل الأمور متسهلة. بالفعل والسهل، بس القهوة سبحان الله هذا يأثر يعني على الدماغ. الواحد لما يتعود على نظام غذائي معين يسبب لك صداع ويعني متعب شوي نوعا ما. الأيام الجاية الأمور بتسهل. الصوغات راعي صور، إيش تعرف عن الصوغات؟ والله الصوغات هذه الأشياء اللي يجيبوها الشيابنا وأبانا لما يسافرون برا العمرة، لما يروحون الكويت، قبل يروحون الإمارات يجيبوا دول الخليج سواء ودول عربية الكرية والصوغات. نعم هذه لازم أول ما توصل الشنطة الكبيرة هذه لازم نفتحها. الشنطة نحصلها أول شيء مخلاها فوق هذه عشان ما تتكسر، عشان شو اسمه، وهي اللي نحصلها عادة تكون مثل الخواتم مثل القلادات. من هدايا مختلفة. أتريت يوم صغير صوغتيك من أبوك؟ أكيد. يعني أنا أتذكر لما أول أهلنا يروحوا للحج ننتظر هذه الصوغات والهدايا من الحج. هذيك الكاميرا اللي نشوفها بالضبط. والمسابيح بالضبط. نعم. أنا بسألكم سؤال سهل لكم كلكم، صح أم خطأ، سؤال بسيط جدا. كهف الهوتة في ولاية الحمراء، يقع كهف الهوتة في ولاية الحمراء، صح أم خطأ؟ صحيح. زرت نعم مرة واحدة. زرتوا؟ نعم بالفعل. إجابتكم الإجابة الصحيحة. الحين عاد بنعطيكم من الصوغات اللي جمعناها، والصوغات لكم، ما بتري صوغات من أبوك اليوم، الصوغات بنعطيك إياها من برنامج صوغات. فس معانا طبعا بنوزع الجوائز لكم. الجائزة الأولى الشركة الوطنية للعبارات قدمت لك رحلة من مسقط إلى خصب ومن خصب إلى مسقط، وأيضا الجائزة الثانية لك مركز VLCC موجودين في الموالح وفي القرم، أيضا جائزة لك، وهذه طبعا جائزة مقدمة من الخميس للأحذية تستاهل الجائزة. والجائزة الثالثة مركز مسقط للأمراض
الجلدية موقعهم في العذيبة. الجائزة لك بعدكم؟ لا بعدنا، بعد عندنا صوغات، عندنا صوغات وشركة بحر أيضا قدموا لك جائزة، وقدموا لك أنت جائزة، وجائزة مقدمة مطعم جراند فيش يقدم دعوة إفطار لشخصين بتلاقوا مع بعض وبتأخذوا، ومعنا أيضا هابي لاند يقدموا لكم كوبون، بالإضافة الوداد للعطور يقدموا لكم هذه الجائزة، والسيفي للحلوى العمانية. يا سلام، هين مكانهم؟ السيفي في نزوة، في نزوة، وهذه حلوى عمانية. ايش رايكم صوغاتنا؟ ما قصرتوا، اكثر ابوك جاب لك صوغات والله اني ما شاء الله اكثر انتم حياكم الله، تستاهلون. اذا هذه الصوغات يوميا، وفي صوغات اكثر على الحلقات الجايه ان شاء الله من نصيب الجمهور اللي راح يكونوا حاضرين في مسقط جراند مول. هذه صوغاتي يا خالد، ايش صوغاتك انت لي اللي عندك؟ عوده لك يا خالد. مخيلني اقول لك، اقول احنا نسميك بس حاتم المخيلني يا ابوي. كل هذه صوغات بقيت شيء بعدك؟ اقول لك انت بعدك ما شفت شيء، كل با الجمهور با اللي بيونا وكل اللي يتابعوا برنامج صوغات يبون الصوغات، يجون هني صوغات متروسه وموجوده. هاي من السنبوك، ومن انت طلعت هذيلا؟ حياك الله. يوميا هذا محمد المخيني الطاي، حاتم الطاي، هاي موجود معانا بشكل يومي ان شاء الله يقدم هذه الهدايا والصوغات، ويستاهلوا جمهورنا اللي بيكون موجود بشكل يومي في جراند مول. عوائل، شباب، اسر، اشقاء، اصدقاء، الكل ان شاء الله ما حد بيدخل هنا الا بياخذ صوغاته من محمد المخيني. نرجع لناديه وعندها صوغاتها الخاصه، خناجر وحلي وغيره، ويبتي لنا، بس ما يبتي لنا شيء من الخناجر اليوم. لا ما جبت ولا محجوز الخناير. كذاك محجوزه. كم يوم عاده الخنجر؟ شوي ياخذ وقت صح؟ ايوه ياخذ كم وقت. هي تقريبا يعني تعرف الخنجر تكون ما بين اثنين يعني ممكن تعاون فيها احنا مجموعه على اساس انه واحد يسوي القطعه، واحد يسوي الصدر والطوق وكذا يعني. نعم. لان اذا جلسنا خاصه في الطلبيات يعني نشتغل على خنجر واحده ما متخلص يعني حدودها شهر كذا، فهي الحمد لله. ما اتوقع محتاجه الى دقه والى مهاره. ايوه كذا هي. ايوه صح. ايوه تاخذين كم قلتي لي بين هي الشهر؟ هي تقريبا شهر كذا يعني تاخذ. وفي انواع للخناجر انت اي نوع متخصصه؟ جميعها، جميع الخناجر. ايوه على طلب يعني طلبيات الزبائن وكذا. هذه الشركه اللي يبتي لنا اياها هذه خاصه بالحريم. هذه الحلي النسائيه، هذه الحلي النسائيه هي طبعا كلها فضه، ونفس الشيء دخلنا طلاء الذهب على الفضيات. ايه. والتحف والهدايا اللي هي علبه بخور، فهذه هذه فكره علبه البخور اني كنت عملت انا تحفه لقلات السلطان حفظه الله. نعم. وارتفعت عن طريق الهيئه الصناعات الحرفيه. جميل. ومن نفس عتقم تقلص منها يعني حاجه مصغره هي. ايه. كعلبه بخور عباره هي عن المشوق والمرقل المشوق. قولي المشوق من يلبسه هين ينحط عشان بس اللي يتابعنا النساء طبعا هي. احسنتي. ايوه في اليد. ايه. ونفس الشيء هي القاعده المشوق وبعدين المرجل. وبعدين هي كانت مال قلات سلطان فيها بعض مجموعة الحلي وفوق الصمت، وسويت شعار الهيئة فارتفعت لقلات سلطان عن طريق الهيئة الصناعات الحرفية. نعم. والحين عملت منهن علبة بخور والحمد لله كهدايا وتحف. ماشي أمورك؟ أيوة الحمد لله بفضل الله. صغاتك يأخذونها؟ الحمد لله. وما في منافسة مني ولا منك؟ طبعا المنافسة هي أكيد أستاذ موجودة. خالد يعني موجودة. أيوة ولكن الحمد لله كل أهم شيء إن الواحد يبرز عمله يعني، وكل واحد مميز بعمله. وإذا أثبتوا الآخر أنا. أيوة. أتوقع شوي بيتقلص اللي هو صح. ومثل هذه الصناعات مثل الخناجر ومثل هذا اللي قاعدين نشوف الآن على الهواء ما يجيدها إلا أبناء البلد. الحمد حتى لو لله. حاول الآخر يقلد ولا ياخذ ولا ينافس ولا غيره. أيوة. لا أنتوا اللي بثبتوا إن شاء الله. ترك الواحد ولمسته يعني. صحيح. وثاني نحن بالممارسة الحمد لله ما وصلنا يعني لهذا الشيء اللي الحمد لله بتعب وجهد يعني. ممتاز. الله يوفقك إن شاء الله. عندك محل رب. عندك مكان عندك شيء؟ أيوة محلي في فنجة. وين مكانك؟ فنجة. فنجة. أيوة. الله وقريبة فنجة. أيوة وطبعا وين أي مكان في السوق؟
لا لا ما في السوق، انا عملت اصلا في البيت ونفس الشيء خارج وكذا، لكن الحمد لله يعني تاخذين طلبات، مسوية صفحه أيوة على الانستغرام والفيسبوك. ايوه في الفيسبوك بعد. أيوة هذه وسيله جميله صح للترويج. الحمد لله ممتاز. الله يوفقك يا نادي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اخوانك واخواتك وزملائك وزميلاتك بيتينا من فنجة الحين. ايوه جاي من فنجة. يلا الله يسعدك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لنادية وشكرا للهيئة اللي بشكل يومي أيضا بيكونوا معنا ضيوف، وعندنا ضيوف آخرين إن شاء الله. كل يوم عندنا يعني تنوع في برنامجنا، برنامجنا مفتوح ورمضاني وصوغات ورمس حلو إن شاء الله مع هذا الجمهور الجميل والمشاهد العزيز. خلوكم معنا فاصل وبنرجع أيضا عندنا أيضا يعني صوغاتنا الأخرى إن شاء الله اللي بتكون في صوغات، ومشتركين جدد بيكونون بعد شوية إن شاء الله معاكم. خلوكم معنا. ومنيرة التي تحاول التقليل من مصاريفها ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك. كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائما، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها. أعتمد دائما على بحر صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعدت وراح بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج لألبك تطلب ما ينسى، عينك تذوق النوم وعين التي ترعاك، هذا هو ربك وهو الذي يحبك، دايم عليك يحن مهما قسى قلبك. وإن أسيت وإن بكيت وإن شكت وعن أساك، قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك، هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرات رائعة ستداعب جميع حواسك على مادة طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمونر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 Dreamliner. مرحبا بكم مجددا في أول حلقة من برنامج صوغات تلفزيون سلطة عمان
ينقل هذا البرنامج من مركز جراند بول في محافظة مسقط. التحية طبعا لهالجمهور الرائع اللي موجود معانا، انضموا لنا متسابقين بالإضافة طبعا إلى جمهور المشاهد المتابع لنا. بس اعتذر بالنسبة لقلهات، يمكن واحد من المتسابقين نتيجة الحماس قال ولاية قلهات، مدينة أثرية رائعة وجميلة في ولاية صور، ومعلم يعني أثري تاريخي تراثي سياحي جميل. وأنا أتوقع كثير من الناس كذا يقصدوا قلهات تحديدا، وفيها معالم تاريخية أثرية سياحية جميلة، وفي المقدمة هالناس الرائعين من قلهات مثل ما هم أهلنا في كل محافظاتنا وولاياتنا. المخيني يستعد في مكان آخر ومعاه صوغة. شفتوا صوغاته كيف؟ يعني مو صوغة وبس، وما بس اللي جاوب، لا، الكل يكون فايز والكل يكون إن شاء الله راضي. وشكرا لكل الشركات والمؤسسات الداعمة لبرنامج صوغات، وربما إن شاء الله من الحلقة القادمة بتكون هناك صوغات أكثر وأكثر. عندنا متفقين 4 سيارات، عندنا سيارة أخرى هذه بيكون عليها سحب إن شاء الله في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والفائز اليوم واحد منهم بيدخل السحب مثل ما دخل خالد قبل شوية. أنا أتوقع في عروض أيضا لأكثر من شركة للسيارات بيقدمونها إن شاء الله خلال الأيام القادمة. المبادرة الجميلة من مجموعة من الكليات والجامعات الخاصة قدمت منح دراسية أيضا لأولادنا وبناتنا. يعني مثلا عندنا كلية كالدونيان الهندسية قدمت منحة دراسية واحدة قيمتها تقريبا 16,000 ريال. عندنا للحين كلية الزهراء قدمت لنا منحتين دبلوم. في أيضا أكثر من جامعة أهلية، ما بقول اليوم الأسماء لكن بكرة إن شاء الله في حلقة بكرة، لأن في تأكيد من أكثر من مؤسسة تعليمية إن شاء الله تقدم منح دراسية لأولادنا وبناتنا. عندنا مركز تاول أيضا، عشان بس يعني لازم نذكر بالأسماء، مركز تاول قدموا لنا 4 سيارات، 4 سيارات بكرة بتكون سيارتهم أيضا موجودة. كل جمعة منسحب على سيارة، كل جمعة إن شاء الله منسحب على سيارة. وإذا زادت السيارات، لأن أيضا سمعت وأنا على الهواء أن في شركة من شركات السيارات قدمت أيضا عرض في حدود يمكن سيارة أو سيارتين أيضا منقدمها للجمهور. يا من نسويها في كل جمعة سيارتين، أو على الاثنين مثلا سيارة وعلى الجمعة سيارة. وأنا أتمنى بشكل يومي. يلا يا شركات السيارات، جمهورنا يستاهل، وأنتم كريمين، وأيام مباركة وأيام رمضان وأيام عيد، وخلي الناس أيضا تفرح بصوغاتكم اللي نقدمها إن شاء الله لهذا الجمهور. تمام متسابقين، ما أعرف ليش كذي، ليش أنتوا المفروض خذيتوا البروفة والطاقة من اللي قبليكم، العكس صحيح، تكونون يعني خلاص داخلين وأنتوا ضامنين الفوز. الحماس موجود، الحماس موجود. مرة. تمام، تعرف عليك. قيس بن محمود الحوسني. قيس محمود الحوسني. قيس والنعم. ولاية الخابورة. والنعم. إيش سميت نخلتك؟ خلاص. خلاص. على فكرة لازم يكون الرطب أحمر. صح. خلاص. ماجد حمد الحسني. ماجد الحسني. خابورة. والنعم. قول لي سميته؟ والله خنيزي. 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 يا أخي أنتوا ليش ما تذكرون المسلة؟ أنتوا الباطنة المسلة معروفين. صحيح. ولا ما لحقتوا على المسلة؟ ولا راحت ولا إيش؟ بعد بعد. لا موجود. آه؟ موجودة؟ بعد بعد. موجودة في الخابورة؟ موجود. يلا معك موسى الرحبي. من؟ موسى الرحبي. من وين يا موسى الرحبي؟ بوشر. بوشر. والنعم معك طلال الغابشي من ولاية بوشر.
الغاب شيء بسميها؟ بسميها نحب نخلي آخر القيد خصاب. خصاب. برني. برني. يلا. جاهزين؟ عرفنا المسابقة. أسأل السؤال أضغط وتبدو تضغطوا وأول من يضغط هو يجاوب على السؤال. موقع أثري ساحلي في ولاية مسقط يقع بين جبلين. بندر الجصة، حصن قريات، السيفة. أول واحد من؟ عندي أنا. السيفة. 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 بندر الجصة. ممكن سؤال مرة ثانية؟ موقع أثري ساحلي في ولاية مسقط يقع بين جبلين شاهقين. جصة، قريات، السيفة. القصة. ها؟ القصة. جصة. أعطيتك أنا الفرصة ترى. خلاص. المفروض ما أعطيك الفرصة، ما عليه عشان أول لعبة. الجصة صحيح. وتستاهل والآن بيكون عندك بصرة. أيوة خلاص جات البصرة. زين. طيب السؤال اللي بعديه. صحيفة ثقافية أسسها العمانيون في زنجبار. صدر العدد الأول باللغة العربية في عام 1929. الفلق عمان المرشد. لا عدب ما ضغط ما ضغط ما ضغط. يلا من أول واحد؟ عندي أنا هنا. عندك؟ أيوه. سويت؟ هذا يلا الفلق. الفلق. الفلق صحيح. الفلق. سريعين سريعين يا شباب سريعين. السؤال اللي بعديه. أكلة رمضان عاد والأكل. أكلة عمانية تقدم في الإفطار، بس ما الإفطار، الريوق. يمكن تقدم بعد في الإفطار. تقدم ساخنة مع العسل أو الدبس. عرسية القروص المرضوف. ما سويت شيء. لحظة. ها مين؟ يلا. القروص. القروص. القروص الكبير والقروص الصغير. أيا كان. أيا كان. بس القروص عادة لذيذة صح؟ لذيذة. تحبها مع العسل؟ أكيد. ولا مع الدبس؟ أكيد. ولا مع السكر؟ مع كل شيء، مع السكر، العسل، وكل شيء. حلو صحيح. هي القروص. طيب عندك مشروب. شوف كيف أسئلتنا. مشروب تقليدي يقدم ساخنا بعد التمر أو الحلوى أو الفوالة. يصنع إيش هذا السؤال؟ من البن ويضاف إليه الهيل وماء الورد. قهوة الشاي الحلبة. من؟ حلو. راعي بوشر. القهوة. ما يحتاج. ما يحتاج بعد. بعد إيش تحب القهوة؟ أمور طيبة. بعد إيش؟ بعد الرطب. بعد الرطب. عندك واحدة. راعي بوشر. راعي بوشر. بوشر. ها. ثنتين. ثنتين. واحدة. ماشي بعد. أوف. ما واصلنا الخير. حسني. موجودة واحدة. يلا نستعجل شوي. يلا. في أي عام تم افتتاح متحف القوات المسلحة في بيت الفلج؟ جميل وحلو نزور متاحفنا. في تقرير أمس كان عن المتاحف، كم اللي زاروا وأشهر المتاحف وغيره. 1988 98 2008 متحف قوات السلطان المسلحة متى افتتح؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى 1988 صحيح. 1988. زرت المتحف؟ لا والله ما زرت. فرصة تزورون متحف قوات السلطان المسلحة أو بقية المتاحف فيها عمان نشوفها. موسم حصاد ثمار بعض الأشجار في عمان، نخيل، الأنبز، زيتون العماني وغيره، وعادة ما يمتد من نهاية مايو إلى نهاية أغسطس. إيش نسمي الموسم؟ حصاد الصيف القيض. من؟ نسميه القيض. نسميه القيض. يا ربي. ليش مخيضين إحنا هاليومين؟ مخيضين بالنغال. نغال. أيوة. ومع الأنبا. الأنبا بعدها. صحيح. الزيتون العماني. الزيتون العماني. وال. البيذام. البيذام. صح. صحيح. حد من السيب؟ لا. حد من الباطنة؟ حد من المناطق الثانية؟ بوشر عندكم. بوشر العديد. موجود. أيوة. صحيح. طيب يلا. أكثر واحد صح؟ ثلاثة. أكثر واحد.
ماشي قضيها. هي احدى الجزر التي يضمها ارخبيل جزيرة مسندم مشهورة. سلام مصير الحلانيات. عيد لي خيارات تفضل. سلام مصير الحلانيات. سلامة. مصيرة. مصيرة في مسندم. عشان ما عندك ولا شيء. يلا الإجابة الأولى. الإجابة الأولى قلتها قبل شوية. سلامة. صح. يقولوا سلام وبناتها كان زمان. عشان بس عشان البري يضوي بس. طيب وين وصلنا؟ في أي عام تم افتتاح مستشفى النهضة في محافظة مسقط؟ 72 82 92. ما سويت شيء بعد. يلا في أي عام تم افتتاح مستشفى النهضة في محافظة مسقط؟ 72 82 92. من؟ تورط حسني. ما في استعانة بصديق. 72 92 نهضة. 72 صحيح. 72. طيب كوف فخاري يستخدم للشرب وتغذية الجحلة، ايش يسمونه؟ دلة. الكوب اللي ينحط. أيوه. عارفينه؟ أيوه. ايش يسموه؟ الكوب اللي ينحط. ما نسأل الضيف احنا بعد شوي. كوف فخاري يستخدم للشرب وتغطية الجحلة، ايش يسموه؟ عارفينه؟ الفنجان. ها؟ الفنجان. ال 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 الفنجان. ها؟ لا القمع. الكوب اللي ايش؟ الكوب اللي يغطون فيه الجحلة. القمع. أعطيكم خيارات؟ أعطينا. شوفوا أحيانا بعض المصطلحات تنقال في محافظة وربما في محافظة أخرى تنقال بشكل آخر، عشان كذا أنا بأخذ الحرفي بعد شوية. في القعبول وفي البرمة. عارفين البرمة ولا ما حد عارف البرمة؟ البرمة. لا البرمة ما نغطي فيها أكيد. وفي الخابية. ما نسمعك. وفي اليابية أو الجابية. ما نسمع. ما تعرفون اليابية الصغير اللي أصغر من الحوض اللي فيها الماء؟ أو القعبول. قعبول. لا بعيد مرة ثانية. بس مرة ثانية الخيارات. قعبول، البرمة، الجابية. من قعبول. قعبول صح صح صح. طيب سؤال أخير عشان نحسم هذا الموضوع، صحيح؟ آخر سؤال. أنت كم عندك؟ أربعة. خلاص. لا أمورك طيب أنت. بعد الحسني قريب مني. حسني كم؟ ثلاثة. يلا ممكن تفوز أو تتساوي مع الحسني. إن شاء الله. وبعدين في سؤال فاصل. إن شاء الله. في أي عام صدر العدد الأول من الأوبزيرفر اللي تعد صحيفة يومية باللغة الإنجليزية؟ 81 91 2001. ها؟ الإجابة الثانية. الإجابة الثانية اللي هو 81 91 2001. ها؟ 91. 91 وإجابتك خاطئة. 2001. مع الأسف استعجلت. هي 81 و تفوز في هذه الجولة. ألف مبروك لك. طبعا الفرصة المشاركة على اللكسس، عندك مجموعة من الهدايا والعطايا و بنزين قيس 3. اسم برنامجنا ايش؟ الصوغات. والصوغات وثلاث أسئلة، كل سؤال ب 100 ريال، وبعدين نطلع على فاصل إعلاني. جاهز؟ جاهز. هذا من غير أنا بس بضغط عشان الثلاث ثواني. حديقة ترفيهية في ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة تم افتتاحها عام 85، هي حديقة طبيعية النسيم ريام. حديقة النسيم. النسيم. 100 ريال تستاهل. تستاهل. فن موسيقي أو فن تقليدي يؤدي مجموعة من الرجال باللباس الرسمي ويقام في عدد من المناسبات أو في مجموعة من المناسبات في محافظة ظفار.
ظفار مثل بقية المحافظات تشتهر بمجموعة من الفنون الرائعة والجميلة. هبوت أو الرزحة، الليوة، الويلية. الهبوت. هبوت طبعاً. هبوت طبعاً. الهبوت من الفنون الرائعة مثل بقية الفنون أيضاً، الويلية وغيرها من الفنون والرزحة، لكن في ظفار تحديداً بالهبوت، وطبعاً في مجموعة من الفنون. 200 ريال. السؤال الأخير، شجعوه معنا معاه قلبا وقالبا. اي مو طيبة مع بوشر هذا. بس على فكرة انتو ايضا رابحين، ما في حد يطلع من غير صوغات اليوم. لا، محمد المخيني قاعد ينافسنا، تحول الى حاتم الطاي. لا، حتى عندنا نحن هني هدايا، ما عليه. كريمين. سلة مصنوعة من السعف، تستخدم، شوف كيف اسئلته حظه، اللي جمع ونقل المحاصيل الزراعية، يعني هالأيام ينحط فيها الرطب القفير، وينحط فيها الليمون، وينحط فيها البسر، وينحط فيها إيش بعد، كل ما يتعلق بالمزارع. يحتاج خيارات. فيه قفير، الشت، أو المشبه. القفير. الله عليك. أسئلة سهلة. ما يحتاج. حد يعرف الشت ايش يعني؟ الشت هذا اللي يغطوه. لحظة يا التاريخي، لحظة. ايش الشت؟ هذا اللي يغطوه. يغطوا فيه ايش؟ الفوالة عادة. الفوالة. نعم. ايه نعم. او الرطب. نعم. المشبه. مشبه. الهواء. ما يحتاج. ما يحتاج. بس انت اولاد مكيفات هاليومين. الله يعيش ايامنا كيف كانوا زمان مساكين. 300 ريال. استاهل. لكسس. بس لا، قسيمة اللكسس. أنا فرحان بشيل اللكسس. ومجموعة أيضا من الصوغات اللي بتستلمها إن شاء الله. ألف ألف مبروك. عندنا ضيف منتعرف عليه بعد شوي إن شاء الله، وعندنا آخر أيضا هدايا وصوغات من محمد المخيني. خلوكم معنا. مرحبا، أنا عداد الكهرباء. هذه هي عائلة منير ومنيرة التي تحاول التقليل من مصاريفها. ضبط منير المكيف على درجة حرارة 18 لاعتقاده بأنها الطريقة الأسرع لتبريد المكان، لكن تخفيضها لا يؤثر على سرعة تبريد المكان، بل يجهد المكيف ويزيد الاستهلاك. في المقابل درجة حرارة 23 تقلل من الاستهلاك وقيمة الفاتورة، وتوفر لكم جوا مناسبا ومريحا. تنظيف المكيف وصيانته بشكل دوري يزيد من كفاءة التبريد ويضمن بيئة صحية لجميع أفراد العائلة. عجيب، انظر كيف قل الاستهلاك. كن ذكيا ووفر مالك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. الكثير من العمل والقليل من الوقت ليقدم لك المساعدة التي تحتاجها. أحب عالمي ناعم ومشرق، وأرغب في الاحتفاظ به بهذا الشكل متميز وثمين. الأطفال هم الأطفال دائما، مشاكسين ومرحين، لابد من وجود شخص ينظف المكان من بعدهم. هذه هي الحياة وأنا راضية بها. أعتمد دائما على بحر، صديقي ومساعدي. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. إن كوني أم ليس بهذه السهولة على الإطلاق، إنها وظيفة بدوام كامل، ولكن في النهاية الأمر يستحق، فقط لرؤية الابتسامة على وجوههم. أحب عالمي ناعم ومشرق. هناك الكثير من العمل والقليل من الوقت، لذا من الأفضل أن يكون لديك صديق تعتمد عليه. بحر، إنه أسلوبي في الحياة. يا ما ابتعد تراح، بس ما ابتعد عنك، دايم معك يكون أقرب إليك منك، تحتاج للبات.
التي ترعاك، هذا هو ربك وهو الذي يحبك، دايم عليك يحن مهما قسى قلبك. كل أسيت ونبكيت ونشكت وعن أساك، قلت للمولى سامحني مالي يا ربي سواك، هو اللي بيغفر ذنوبك واللي بيجفف بكاك. في انتظارك مغامرة رائعة ستداعب جميع حواسك على مادة طائرة جديدة بشركة الطيران العمانية من الطراز بوينغ 787 دريمليينر. تنعم بكرم ضيافتنا العمانية وانتباهنا إلى التفاصيل. ليس السفر بالوصول إلى الوجهة فحسب، ولكن عليك الاستمتاع برحلة تدلل جميع حواسك. لذا انضم إلينا على متن طائرتنا من الطراز 787 دريمليينر. مرحبا بكم مجددا. احنا خلاص يعني قاربنا من نهاية برنامجنا، وصوغاتنا عندنا 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 اليوم وباكر الى اخر يوم ان شاء الله من رمضان. عندنا واحد من الاخوان عنده كذا مهارة معينة في المناديس، وانا اتوقع يعمل اشياء كثير جميلة، ويعني خارجيا وداخليا صار معروف، واي مناسبه يكون موجود فيها. استاذ خليفه الهادي، السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير. الله بالخير والنور، هلا بيكم. كل عام وانتم بخير. وانتم طيبين ان شاء الله، مبارك عليكم الشهر الكريم. وانتم بخير وبصحه وسعاده. نور في اول يوم رمضان. الله يخليك يا ابو محمد. يا اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. ايش جبت لنا من صوغات؟ والله جايب لكم عندي يعني ابتكارات جديده مثل مباخر. ايه. وعندي مناديس واطقم الضيافه، ومقسم صغير للحب العماني. ايه الحب هذا اللي بردوا فيه الماي اول ثلاجه زمان. ثلاجه زمان. ايه ايه هو هذا جايب انه لكم ان شاء الله. يستخدم لين اليوم؟ بعضهم يستخدموا يفضلوه. انا سمعت واحد ذيك اليوم يقول لي يا اخي دلوني هين يسوون لي حال الجحله. ايه. وهين يسوون الحب القديم. ما شاء الله. قلت لي يا ريال لين اليوم؟ قال لي ادور يقول لي حلا عشان اخليها اعلقها. ما شاء الله. موجود كثير في الماي طبيعي تشرب منها. صحيح فعلا، ويتفلتر بنفس الماي. صح، الماي يتفلتر بنفسه، ولازم تنظفها على كل اربع ايام. اليوم تقريباً. اليوم انت ايش بالمناديس تسوي؟ انا اليوم جايب مندوس مغلف بال شو اسمه القماش البدوي اللي هم يسموه سيحه. السيحة معروفة؟ السيحة نعم. وصلتوا للسيحة؟ اي نعم. اول يسمونه ما اعرف، بس انتم ايش تسمونه في بعض المحافظات او بعض الولايات يسمونه مندوس منيم. منجم. منجم اي صحيح، وبعض دول الخليج يختلف المسمى فقط. ايه؟ يسموه صندوق مبيت. ايوه مبيت. هذه للعرايس عادة. اي نعم هذا للعرايس. شايفه؟ انت جايب مجموعة حلوة والله. ايوه هذاك هو الحب. هذاك ايش هاك المندوس؟ هذاك هو هذا المندوس. بس صغير. أيوة. معه هاي ما يشيل شيء. لا بس هذا حق الهدايا البسيطة. ما يشيل صوغات. هذا الهدايا البسيطة فقط، وهذاك مقسم الحب، وهذاك اطقم الضيافة اللي هي الفوالة. وهذاك اللي هناك حق الفوالة. الفوالة هذه يعني الناس تاخذ لركن معين كذا ينحط في البيت ولا كيف؟ طبعا هو استخدامه فقط للزينة اكثر شيء وللهدايا. بينما اطقم الضيافة للمناسبات، مثلا الحين مقبلين على عيد الفطر ان شاء الله، فكثير ياخذوا من عندي حال مناسبة حال العيد من الحين. الفوالة. إيه حال الفوالة. نعم. حال الفوالة. أيوة. نعم. من 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 جمهورك أكثر شيء يعني؟ مواطنين ولا أيضا بعض الوافدين أو الأجانب تستهويهم مثل هذه الأشياء؟ والله أكثر شيء أنا زبائني مواطنين عمانيين. مواطنين. وبعض يعني الجاليات العربية تاخذ من عندي مقتنيات مثل المباخر يتبخروا. أيه. بعدهم. أي عندك مكان استاذ خليفه ولا إيه؟ ولا في المهرجانات والمناسبات كذا؟ لا انا عندي في البيت. في البيت؟ اي عامل ورشه مصغره بالبيت ومعرض مصغر بالبيت. حد يساعدك ولا بروحك؟ الاولاد احيانا يساعدوني، واستعين احيانا اذا كان عندي ضغط بالاخوان. نعم. بس ما إيه؟ تاخذ حد من الاخرين؟ لا لا من ولا ترى لا ما ياخذون هالصنعه. صحيح فعلا. ينافسوكم؟
والله في منافسات، في تقليد صارت وتقليد كثير. احسن صار التقليد بخصوص المنادي، صار التقليد كثير مع يعني. العلم ان الهيئه متدخله في هذا الموضوع، وزاره التجاره ايضا متدخله من هذا الموضوع فعلا. يعني نتمنى ان يكون التدخل فوري وسريع عشان مثلك وامثالك اللي يعني اكل عيشهم واولادهم من هذا الامر صحيح يستمروا صحيح فعلا، بدل ما الاخر يجي ويتعلم هني ويخرب الصنعة. يخرب الصنعة مو نفس الجودة اللي نحن نسويه يعني. صحيح. فأشياء يعني يعملوها أشياء يعني ما تدوم. برع يوم تمشي يسألوك، أحيدك مشارك في بعض المعارض والمهرجانات على أقل تقدير بين أهلنا في دول مجلس التعاون. نعم يسألوني وين شاركت وين وإيش أعمالك وإيش وصلت بالجديد. ايه. فراح أخبرهم يعني. والحين الحمد لله عن طريق التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استفدت الحمد من لله. نعم كثير كثير الحمد لله، يعني تصدرنا طلبات بشكل تقريبا تقدر تقول بشكل يومي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله جميعا. واليوم نورتنا في برنامجنا في اول حلقة، وانا اقول الصوغات مو بس صوغات يعني مادية او الصوغات الناس اللي يكونون موجودين يعني معانا في البرنامج او اللي يكونون يتجولون داخل المركز التجاري. هذا لقائي معكم هذا وحده صوغات. الله. هذا دافع كبير لي، ومن خلال مشاهده الناس للتلفزيون. نعم. على المقسمات اللي اعملها او الاعمال اللي اعملها، فالحمد لله اشكركم كثير وانتم دافع كبير لي. شكرا بارك جزيلا. الله فيك. صوغات انت سامع صوغات قبل صح؟ ما العرب صوغات. أول لازم أي واحد يسافر مكان أو يروح السوق أو شيء لازم يجيب صوغات. أحسنت أحسنت. لازم ونحن صغار على الأقل حتى حبة شاكليت. حتى شاكليت أيوة. أك بو حليب. أي مال حليب. أي نعم. اللي فيه بقرة. بقرة نعم. أيه. فعلا فعلا. بعد في مطرح موجود. موجود لازال نشتريه نشتهيه. اليوم أنت صوغاتنا. الله يخليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سلم على أولادك. إن شاء الله. سد على إيدهم وخلهم يستمروا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا جزيلا خالد. حياك. إحنا في آخر وقفة في صوغات. يا محمد المخيني، مخيني في زاوية من زوايا جراند مول موجود، وإحنا بشكل يومي إن شاء الله منكون موجودين ومعانا صوغاتنا ومعانا متسابقينا ومعانا ضيوفنا ومعانا أسر وعوائل وشباب وأشقاء وأصدقاء ومواطنين يكونون بشكل يومي. مخيني منور. النور نورك يا خالد، وما شاء الله يعني الجمهور ما زالوا موجودين في مسقط جراند مول، والجميل أن التوقيت يختلف في فترة شهر رمضان، أن المحلات والمول ممتدة لغاية الساعة 12:00. معانا ضيف، خلينا ندردش معاه ونسولف معاه ونعطيه من الصوغات اللي موجودة عندنا. نتعرف عليك. معك اسماعيل هناي. اسماعيل لهنائي. اسماعيل كيفك انت والصوغات؟ والله هي الصوغات هي حلوه. هي هدايا تجاب من من أختم اباء أختم. من امهات من هنا اختم هناك. وحلوه الصوغات. صوغات حلوه. جاتك صوغات وانت صغير وانت كبير؟ والله جيت نعم، من الوالد من الاخوان الكبار كثير. كان مسافر في عمان ولا كان مسافر خارج عمان؟ كان مسافر خارج عمان. زين، احنا بنسالك سؤال. بنى حصن جبرين الامام بالعرب بن سلطان اليعربي، صح ام خطا؟ صحيح. صح صح. نعم. انت من وين؟ انا من بهله. ما شاء الله. جريب حصن جبرين. جبرين 15 كيلو يبعد عنا بس. ما شاء الله. كنت حاضر وقت البنيان؟ لا. جزء من زمان. من زمان هذا. من زمان بالفعل. اجابتك الاجابه الصحيحه. فاسمع عنا بصوغات. صوغات كثيره. الصوغه الاولى الشركه الوطنيه للعبارات قسيمه، تتيح لك رحله ذهاب وعوده مجانيه الى خصب، من خصب وترجع مرة ثانية إلى مسقط ذهاب وإياب، بالإضافة إلى مركز VLCC عندهم فرع في الموالح وعندهم فرع بالقروم يقدموا لك هذا الكوبون. بالإضافة عندنا جائزة مقدمة من مركز مسقط للأمراض الجلدية. مركز مسقط موجود في العذيبة. عندنا جائزة مقدمة أيضا من شركة بحر تستاهل الجائزة، وجائزة مقدمة من هابي لاند للأولاد. هابي لاند موجودة في مركز مسقط جراند مول. الوداد العطور قدموا لك هذه الجائزة. شكرا لك.
شكرا. حياك الله. متواصلين معاكم مشاهدينا وعودة لخالد في الاستديو. بقت شيء الصوغات اللي بقى نخلي لباكر إن شاء الله. بكرة موعد جديد لقاء آخر في صوغات، الحلقة الثانية بتكون اليوم. الحلقة الأولى يمكن كررنا صوغات، كررنا برنامجنا، طبيعة برنامجنا بحكم أن الحلقة الأولى، وحابين نعرف المشاهد الكريم وأيضا الجمهور اللي موجود معنا. بكرة أيضا مسابقات، بكرة أيضا صوغات، بكرة أيضا ضيوف. بإمكانكم المشاركة مثل المتسابقين اللي شفناها من اليوم من خلال الرسائل النصية. بإمكانك كل ما رسلت أكثر كل ما كانت الفرصة أكثر لك إن شاء الله للمشاركة. شكرا لكم جميعا، نلتقي على خير على محبة. رمضان مبارك عليكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير وتصبحون على ألف خير. في أمان الله.